في مشكله بنواجهها في عيادات والمزارع الدواجن، ان الحالات اللي بتجيلي اعراض قليله غير كافيه ان انا احصل على اكيور دايجنوزس. ففي الحاله دي المفروض ان انا اعرضها على لاب دايجنوزس، لكن احيانا اللاب دايجنوزس ما بقاش متاح ليا نظرا للمكان، بعد المكان، او الاعراض اللي قدامي ما بتستدعي ان انا انتظر لحد ما يحصل لاب دايجنوزس. لا، انا بشرح واوصل لتشخيص مؤقت، اعرف اعمل تدخل سريع والحق الاصابات الموجوده في المزرعه. معاكم الدكتور عمرو يحيى بدر، طبيب بيطري مصري، خبره اكثر من 10 سنوات في مجال الدواجن. موضوع التشريح المرضي بيفرق معايا كتير، بيسعفني كتير، وبالذات في التعامل مع الاهالي، وده بسبب ان العشوائيه بتبقى اكتر في تربيه الاهالي، واحيانا كمان بنلاقي فورين ماتيريالز، والحاجات دي بتبقى طبعا محتاجه بيم اكزامينيشن اكتر منها محتاجه لاب دايجنوز. انا هاخد في كورس البيم اكزامينيشن ان بولتري، مدخل سريع انترودكشن لاهميه البيم اكزامينيشن، ايه الهازارد اللي ممكن تحصل اثناء البيم اكزامينيشن، الزونوتيك ديزيزز، وازاي امنع الهازارد وامنع الزونوتيك ديزيزز انها تحصل لي انا كطبيب بيطري، او تحصل للناس اللي انا بتعامل معاهم، بحيث ما بقاش انا ناقل للامراض. ناخد بعد كده جوله سريعه في كل سيستم، ايه الاورجنز بتاعت كل سيستم، ايه الاعراض العامه اللي ممكن اشوفها، وبعد كده ندخل في الجزء العملي هناخد فيه بشكل اكتر تفصيلا الامراض، وهنشوف الاورجنز كل اورجن مكانه شكله طبيعته وايه اللي ممكن نشوفه فيه، والديفرنشال دايجنوزس لكل سيستم. كورس موجه للاطباء البيطريين الحقليين اللي شغالين في المزارع او اللي فاتحين عيادات بيطريه، علشان نقدر من البي ام اكزامينيشن نحصل على اكيوريت دايجنوزس بشكل كبير، ونقدر نفرمل حركه انتشار الوبائيات سواء في مصر او العالم العربي. يلا نبدا كورس بيم اكزامينيشن ان بولتري مع يوتا ميديكال سكول.